اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج دماغ عيال. ضيفتنا النهارده رغد. رغد الطفله سوريه زي القمر، بس كان عندنا مشكله في التواصل مع بعض بسبب اللغه. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض. ورجعنا لكم تاني ومعانا الاستاذه رغد من سوريا. ازيك يا رغد؟ طب اسمك ايه؟ رغد. رغد ايه؟ جاوب عليا عادي، كاننا اصحاب في المدرسه مع بعض. شو انت عندك اصحاب في المدرسه؟ انت في سنه كام طيب؟ سادسه. سنة ستة؟ طيب مين أكتر الناس صحابك في المدرسة؟ اسمهم إيه؟ أكلمك سوري؟ عشان تفهمي؟ مين رفقتك في المدرسة؟ إلهام. إلهام؟ سورية؟ برضو سورية؟ مين من سوريا؟ بس هي الوحيدة. هي الوحيدة بس اللي صحباتك؟ باقي كله أتراك؟ كم عمرك؟ 6 سنين. متأكدة؟ تحبي بابا ولا ماما أكتر؟ بحبهم الاثنين اكتر. الاثنين مع بعض؟ اخواتك؟ بحبهم. اكتر حد بتحبي في اخواتك مين؟ عندي اخت واحدة بحبها اكتر واحدة. نفسك تطلعي لما تكبري؟ دكتورة؟ مهندسة؟ دكتورة. عشان تعالجي الناس؟ طب بتحبي تركيا؟ جميلة؟ اكتر حاجة بتحبيها في تركيا؟ انت ما قلتيش حاجة. ده خير خفتيش؟ بصي يا رغد، اللعبه دي اسمها جهاز كشف الكذب. فانا هقول لك سؤال انت تجاوبي عليه، جاوبي عليه صح عشان الجهاز ما يضربش. تمام؟ اتفقنا؟ بتحبي بابا ولا ماما اكتر؟ بحب الاثنين. متاكده؟ جهاز نور. جاوبي تاني بس جاوبي صح. بتحبي بابا ولا ماما اكتر؟ بابا. شطورة، الجهاز ده ما بدورش، يعني انت بتقولي حاجات صح. بابا احسن من ماما؟ ماما احسن. يوه بابا. بابا ولا ماما؟ بابا. الله، ده بيزمر في الاثنين. انت مش بتحب الاثنين؟ ولا ده بابا ولا ماما؟ متأكدة؟ طيب بتضربي اختك؟ بصراحة ما بضربها. عمرك ما ضربتيها؟ شطورة، جهاز ما ضربش. الله، بتضحكي عليا كمان في دي؟ طب بتعرفي تتكلمي تركي؟ قولي لي جملة كده بالتركي، يعني لو عايز اقول لك ازيك او عاملة ايه بالتركي تقوليها ازاي؟ بعرف التركي. ايه بتعرفي ايه في التركي؟ طب قولي للجهاز، الجهاز بيزمر انت بيقول لك انت ما بتعرفيش تركي، عرفيه بقى ان انت عارفة تركي، قولي لي. مرحبا نصل سن. مرحبا يعني مرحبا صح؟ نصل سن يعني ايه؟ كيفك. كيفك؟ الله، ايه الجهاز ده؟ نصل سن يعني كيفك؟ متأكدة؟ ممكن نشوف التليفون مين بيتصل؟ ممكن؟ الو بابا؟ عايز تكلم رغد؟ ماشي، خد كلمي بابا. الو، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ازيك يا رغد، انا مستنيكي بره، انت اتاخرتي كده ليه؟ كلميني، انا بابا. احكي معي يلا رغد. انا عرفت اللغه من هلا. ما انا عشان انا بتكلم مصري، انا واقف مع واحد مصري فبيكلمه مصري زي ما هو بيتكلم مصري. انت بتفهمي مصري؟ ما بفهم بس شوي. طب انت مبسوطه ان انت معايا في البرنامج ولا اجي اخدك؟ مبسوطه. هسيبك شويه يعني؟ ايه ده، ايه يا واخد الصوت اللي عندك ده؟